لاباس مورا الفوقة مسالش خلينا نحكيو في الاوف على روحنا لهنا مهمتنا باش نمثل الموجات الإيجابية للناس اللي تسمع فينا فوالا دونك مسالش لاباس حتى لو كان الناس اقعدوا في دياركم قوموا الصباح في فورما افطروا فطور الصباح وقعدوا في دياركم افطرت انت فطور الصباح اليوم ريم اي احنا ليه بيو كيفاش نتعديو دونك كريم باش نمشيو كيما العاده دورتنا على التلفزه ودورتنا على مواقع التواصل الاجتماعي شنو اللي فما شنو اللي اخترته لكم اليوم باش نسمعوه والتوينسه والابداعات بتاع التوينسه اكيد في اللايف اللي نلقاوهم على الفيسبوك توت سويت ما يفوتك شيء مع زوم 73 ما يفوتك شيء في زوم 73 ما يفوتك شيء باش نبداو بحكايه الباخره البارح اللي حديث على قرصنة وحديث على تحويل وجهه الباخره تهز كميه كبيره من الكول اللي معناها ماشيه ديريكتومون باش يصنعوا بها هل لي برودوي هذوما ولا لي جيل ديزانفيكتون اللي قاعدين نستعملوا فيهم وزير التجاره كيفاش كان ردوا شنو اللي قالوا تعليقوا في الحوار التونسي البارح ثم باخره كانت جايه لهنا سرقت خذها طلاي كيما صار يعني من كيما صار الكمامات نتاع طلاي كمامات طلاي اي نعم كميات شكون سرقهم هنا في عندكم مع اخبار يعني شكون اللي سرقهم ينجم كل هذه الدول اللي كلها تسرق تاكل وتسرق بعض تشوفي معناها حاله في سيريا الاتحاد الاوروبي مع الاتحاد الاوروبي ريم اليوم نجموا نحكيوا بالحق على حرب معناها حرب بقى جوستومون شكون اللي باش يقعد اليوم اللي نسرقوا في الالكول نحاولوا في وجه في وسط البحر فوالا دونك انهم الدول اللي معناها الدول قاعده تتعارك ما بينات بعضها من اليوم شكون اللي باش يبقى شكون اللي باش يقعد شكون اللي باش يخرج من هالحرب البيولوجيه هذيا باخف الاضرار وباقل الخسائر البشريه توصل بنا انه نحاولوا وجهه باخره والوضع الدولي مالوغوزمون ما يسمحش باش نجموا نشكي ونقدموا قضايا للمحاكم الدوليه ونقضيوا وكل خاطر باش ياخذ برشا وقت باش نقعدوا توانسه من غير المواد هذيا لمده والدول الاخرى باش تستنفع بالباخره اللي قرصنتها اما انا ران ومثالش نرجعوا للصابون الاخضر اذا كان ما فماش الكل ما فماش لجال هذوما صابون الاخضر كما قالوا اغلب الاطباء وكي تغسل يديك بالصابون الاخضر هذاك كيفي ماهوش بالضروره يكون عندنا لجال جوست العباد اللي تخرج باش تخدم وكل وهذوما معناتها مليون ونص على 10 مليون ينجموا ياخذوا اللي في السوق المحلي انت قلت مليون ونص قاعدين يخرجوا ريم اليوم على خاطر هما اللي قاعدين يخدموا وحسب تعبير الصحيح للرئيس الحكومة مليون ونص يخدموا على الباقي باهي أما نحن اللي قاعدين نشوفوا فيه المدة الأخرانية ماهوش المليون ونص كها وقاعدين يخرجوا خاطر المليون ونص قاعدين يخرجوا يخدموا يخرجوا 10 ملايين يخرجوا يحوسوا فوالا التوانسة وكيفاش كان رد التوانسة عندنا مرأة حاجة هكا محليها والفيديو نتاعها دار برشا البارح على الفيسبوك خلينا نسمعوا شنو هي المساج اللي عديته للتوانسة هذوما هاي يا سي الشعب التونسي فرحكم الحاكم اتكلم هاكتو في الشوارع الدور كلام داودو ذنها على حلق وتقطيع وتريس نجموش تقعدوا في دياركم وتعاونوا شويه بالصبر وتتنحوا الموفمون تاع الشوارع ونتاع مرشيات ناكلوا خبز وحليب خبز وماء ونشدوا ديارنا باش نعاونوا معنا نعاونوا الحاكم ونعاونوا بخيخنا نظيفه اش بيكم شديتوا الشوارع الاخرى هاربه من السبيطار هنا نتاع صرخنا نتاع عريانه هاربه عريان توتي جيرو اربعه بوليسيه في جراتو هاربه من السبيطار باش تخلي العالم زيد تقول لك باش نموت ناخذ تخله وراي وتجلى عاونونا شويه عاونوا في ديار نظفوا لصغاركم اعملوا جفان يريدوا اموركم خلي اللي عامله ربي يعمول تاع علاش عملتوا بالعاني ما تنجموش في الديار تقعدوا هكا تبردوا شويه وكاستيك قهوه احنا تقوش علينا عاملين بالعاني اليوم القرارات تهبط من هوني غدوة في الشارع نشوفوا العكس تماما العبيد الدور العبيد تحوس العبيد ومعناها كي نحكيو على العبيد اللي في الشارع مانيش نحكيو على نيفو انتليكتويل كبير برشا ريم ماهوش حكر على الناس المتثقفة اللي فاهمة واللي قارية قداش من عام هي اللي تقعد في الدار وتشد الدار ليه نلقاو عبيد بمخاخهم وكبار متلقاهم في الشارع زادة كيف وقت الحظر متاع التجول وإلا وقت الحجر الصحي العام اللي ما لازمناش نخرجوا فيه من الدار انت ما عندك ما تعمل في الشارع عبيد نشوفوا فيها في الكياس هاي تعم في سبور هاي تعم في مارش هو باهي هذاك باش ترفه على نفسك وكل ما باش تو مش في الوقت هذايا ومش في فوالا مش في السيتواسيون اللي نحنا فيها هذه تو اليوم يجينا المساج هذا من عند امراه في الدار معناها بالحق يعطيها الصحة والعباد الكل عجبتهم الفيديو هذيا وكان التيتخ نتاعها يا حاجة يوفى الكوفر فين جي نبوسك من جبينك على المساج اللي عديته ها والحاجات اللي تنجموا تعملوها في الدار اتلهي بصغارك اتلهي بدارك طيب نظف عقم دارك هوي دارك اتلهي بالعائلة اعرف العائلة متاعك اعرف ولادك اعرف دارك اعرف راجلك اتفهموا مع بعضكم برشا حاجات باش نكتشفوهم بعد المرحلة هذه كي باش تشوفوا باش نكتشفوا برشا حاجات في عائلتنا هكا ولا
وقاعدين نكتشفوا تتفاسون مش باش نكتشفوا. اما انا باش نرجع للحملة شد دارك. حملة شد دارك راهي اطلقوها معناتها هي بديت من الاول من الدولة وكل، ولكن اطلقوها برشا نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. المهم في الحملة هذه شنو شد دارك الناس الكل، راه حتى العباد اللي تمشي تخدم، راهو احنا مثلا هنا نخرجوا كل يوم نخدموا، نخرجوا من ديارنا نوصلوا لمقر العمل نتاعنا اللي هو معقم، نحاولوا احنا بيدنا نتلهاو بنظافتنا معناتها وكل، ولكن نخرجوا من خدمنا نرجعوا لديارنا رغم اللي احنا راهو عندنا معناتها اوتوريزاسيون نجمو نخدمو تيران وكل، ولكن رغم هذاك قاعدين نحاولوا لو ماكسيموم باش نقصوا اولا من التنقلات نتاعنا ونحدوا زاده من معناتها ما نخرجوش برشا حتى في اطار العمل. لا قاعدين نحاولوا نحدوا حتى في اطار العمل تنقلاتنا، فما بالك بالناس اللي ما فماش خدم، هذه الوظيفه العموميه مسكره، فما عباد تخدم اديستانس، فما ناس اللي المعامل اللي تخدم فيها مسكره، انت خارج من دارك فاش قام. انا البارح حديت مظاهر الحقيقه معناتها نحشم باش نقول في 2020 في تونس مازالت فما عباد هكا، معناتها انت تقول له حد من التجمعات شي يعملوا، يقعدوا ثلاثه اربعه من الناس وشفناهم مش بعيد من هوني قاعدين مخلين ما بيناتهم مسافه شطر سانتي وقاعدين شادين معناتها نفس في وجوه بعضهم تليفوناتهم يوريو لبعضهم في تصاور. علاش قاعد ثلاثه من الناس معناتها قاعدين في الشارع فاش قام؟ وراجل واقف وحده معناتها يتامل في باهي معناتها يتامل في دارك يتامل اطلع فوق السطح وتامل علاش في الشارع؟ ليه واللي نمشيو نقضيو وماناش ملتزمين بقواعد صحيحه. البارح شفنا صور، انا مانيش باش نحكي على جماعه البوسطه خاطر هذوم كربي معاهم، راهو كي تصير قرارات فجائيه ناس زوي ولا فما عباد راهو ما تحتوش دينار باش نجم يقضي به، مع عدم توفر المواد الاساسيه على قليله نحكيو سميد وفارينة للناس اللي على قدهم، عادي انه باش يصير اكتظاظ قدام البوسطه خاطر كل حد يحب يروح بقوت صغيراته، ولكن الناس اللي خارجه تقضي مثلا في المرشي علاش معناتها انا مثلا ما عنديش عندي بطاطا وفلفل وطماطم في داري، علاش لازم يكون عندي فريز وتفاح ودرا؟ معناتها ما يسالش نقضيو بالسياسه كل نهار ونهار وكل مره حاجه حتى بالنهارين بثلاثه. اما المواد الاساسيه نشوف في برشا لهفه في الشارع وبرشا ناس ماهيش قاعده بالحق فاهمه خطوره الوضع. البارح نصاف بن عليا في ديكلاراسيون نتاعها الحقيقه كانت شوكونت، راهي من اقوى لي ديكلاراسيون اللي عملتها منذ بدايه المرض، من نهار الاعلان على المرض في تونس البارح كانت المراه تحكي بيتها شنج واضح. نستناو احنا لليوم باش يخرجوا بوليسيه يقولوا لنا بربي شدوا دياركم. في بعض المناطق الشعبيه راهو معناتها الجيش البارح يتدخل بالسياسه على خاطر مازالت العباد البارح وين هبط الجيش العشيه، اما راهو مش باش نقعدوا بالسياسه هذيك كما قال البارح وزير الداخليه، تعدينا من مرحله التوعيه لمرحله الردع على خاطر اليوم التوانسه في اغلبهم ما همش ملتزمين بقرار الصحه حجر الصحي الشامل وما همش فاهمينهم، في بالهم ركشه، في بالهم ما احنا توا في كونجي معناتها نقعدوا شويه في الدار نخرجوا نحوسوا شويه نرجعوا نقعدوا في الدار. لا هذايا قرار اسمه قرار الحجر الصحي الشامل، نشدوا ديارنا نخرجوا كان للضروره القصوى ونحاولوا لو ماكسيموم نتجنبوا التجمعات حتى في ديارنا. فما راهم صحابي يمشيوا يقعدوا مع بعضهم في بيت دخان وشيشه هذاك كان مشاو قعدوا في القهوه حسب رايي خير مو فما هو شفنا برشا صور اكثر من 10 من الناس في بيت مسكره بالدخان والشيشه لازم دايره ومش معناتها لميت والقعدات وليت في الدار اليوم ما عادش حتى ما نقعد ما نتلموش برشا في ديارنا، ماكسيموم ثلاثه اربع افراد في الدار هذيك، مش لازم نقوموا بالزيارات العائليه في الوقت هذا، تليفون ووسائل التواصل الاجتماعي حسب رايي تكفي في البريود هذا. احنا على قد منا معناها واخذين، مانيش باش نحكي بصفه عامه، فما برشا عباد واخذين الموضوع هذايا باستخفاف باستهتار، راهو فما عباد حياتها معرضه للخطر اكثر منا نحنا، راهو فما عباد فقدنا ارواح راهو بالضبط فقدنا ارواح، وما نحبش نقول مازلنا باش نفقدوا ان شاء الله يا ربي ما نوصلوش انا نفقدوا ارواح. لا اذا كان نواصلوا الاستهتار راهو مازلنا باش نفقدوا على خاطر راهو كي نخموا كان في رواحنا الانانيه زاده خايبه، فما عائلات اخرين عندنا ناس كبار ناس مرضى بامراض مزمنه حتى كان ماهمش كبار، فما راهم وليدات صغار عندهم السكر. معناتها كيفاش انت نضحيو نحنا بالصغيرات وبالعباد الكبار وبالناس اللي عندها امراض مزمنه جوست خاطر انا قلقت من قاعده الدار؟ احنا يمكن ريم اليوم في نعيم اللي معناها خدمتنا بتاتخ ما تعرضناش برشا للخطر صحيح، فما معناها حتى ليفيكتيف الراديو نقص اللي ينجم يخدم اديستانس ينجم يقعد في داره ما يجيش، احنا ما نتقابلوش برشا مع بعضنا كل واحد موجود في بلاصه متفرقين حتى في ديارنا متفرقين، فما ناس خدمتهم تحتم عليهم انهم يكونوا مقابلين
مسلمين للمرض، ايديهم في المرض، معناها كيما نحكيوا على الامن، كيما نحكيوا على نحكيوا على الاطباء، الاطار الطبي وشبه طبي، ونحكيوا زاد على اعوان النظافه. اعوان النظافه راهم يهزونا في السموم نتاعنا، راهي هكا النفايات. والبارحه حكينا في زوم 73 حكينا على النفايات نتاع العباد اللي موجوده في الدار، مرضى والا ما همش مرضى، راهي النفايات نتاعهم تنجم تكون هذيك حامله للفيروس وتنجم تكون العدوى سهله. فيديو زاد دار برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي، العاون النظافه اجهش بالبكاء خوفا على روحه وعلى صحته وعلى بلاده وعلى العالم الكل. يجاوا حبيب يزي عاد ولا ما نغلبوه ولا نغلبوه. اي اي عايش صاحبي اي اي ما موت كان احسن كان برك نحن تبرك انت. اي عاد قوم عاد اي ولا نغلبوه. صحيح صح اي ما بكينا شيء يا معلم، ما بكينا شيء يا معلم. ويه دي لاتينيزيه سخت. ويه هذا معناها زوز اعوان نظافه، واحد انهار، وكيفاش زملائه قاعدين يهزوا له شويه من المورال على خاطر بالحق سيتواسيون صعيبه على الاخر بالنسبه لهم هما. اذا كان هما ينهاروا احنا اليوم صايي مشينا كيما الناس الكل، كيما اللي واقفين في قدام المرض، وكيما قلت بكري الاطار الطبي وشبه طبي، كيما الامنيين، الناس هذوما معرضين روحهم للخطر باش يحميونا نحنا اللي نجموا نقعدوا في ديارنا ونقعدوا في الكونفور، التلفزه والانترنت والدنيا مريقله ومحلينا وناكلوا ونلعبوا ونضحكوا ونفدلكوا مع عائلتنا. الناس هذوما مخلين عائلاتهم ينجموا يروحوا لهم بالمرض. تنجم عيله كامله اليوم تمرض بالفيروس هذا على خاطر الناس هذوما يخدموا على خاطر يلمونا في الوسخ نتاعنا. تحيه كبيره برشا لاعوان النظافه اللي ما يرتاحوش واللي بالحق اليوم المجهودات نتاعهم كبيرة كبيرة كبيرة، كيفهم كيما الأطباء كيما الأمنيين كيما الناس اللي واقفة اليوم للمرض هذا. أنا البارح كنت في اتصال مع كاتب عام نقابة لأعوان النظافة هوني في بلدية مش بعيدة مش سميها، أما يقول لي رئيس البلدية شو يقول لهم؟ يقول لهم لي ماسك لي بافات هذوك أغسلوهم وعاودوا استعملوهم، رغم اللي هو الاستعمال حيني معناتها ما تغسلش وما تعاودش تستعملها، وما عندهمش لي غون، وكي طالبوا هما بالمواد هذيا يقولوا لهم ميسالش هاتوا نحاولوا غدوه ولا بعد غدوه. شكون يضمن انت انه البارح ولت البارح هو ما تنقلوش لا قدر لا فيروس في بلديه ماهيش بعيده؟ قلت ماهيش بلديه سوسه ولكن في بلديه ماهيش بعيده هوني، ويحتجوا ويخدموا معناتها. انا سالته قلت له انتم وقفتوا الخدمه ولا لا؟ قال لي لا مازلنا نخدموا اما من غير بابسط الامكانيات، وهما يحطوا دي ساشي في ايديهم باش ينجموا يهزوا لي بوبيل وكل حاجه اخرى. فما ناس مرضى معناتها مصابين بالفيروس هذايا في ديارهم، راه مش العباد الكل. الحالات 89 اللي تم الاعلان عليها 89 في السبيطارات، لا فما حالات في ديارهم. الناس هذوما اسكو خممنا في لي ديشي نتاعهم وين باش يتلوحوا؟ ما نصورش انا قاعدين يتلوحوا في امكنه خاصه ولا دونك يتحطوا كيف ما العباد الكل، خاطر مازال ما فماش سياسه دوله اللي رفع النفايات نتاع الناس هذوما المرضى، والا الناس ذات اللي يشتبه في اصابتهم، الناس اللي في الحجر الصحي بالالاف وينجم يكون فيهم شكون حامل للفيروس، لي بوبيل نتاعهم وين يطيشوا. دونك اعوان النظافه مش تحيه بركه، اكثر من تحيه، على خاطر احنا كيف ما قلت على قليله نجموا نخدموا بمخاخنا نحاولوا ننظفوا، ولكن هما مساكن معرضين ديريكتومون للمرض، وان شاء الله ربي يلطف بهم الناس الكل وربي يحمي. يا ربي. من الحاجات اللي باش نخدموا بها هي الضحك وما نضحكش بالنسبه للتوانسه. دونك شفنا في البلدان قليش نرمي نصفر لي 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 خاطر نغادر الاستوديو ماهيش نرمي نصفر، وانما التوانسه حبوا يقلدوا شويه ايطاليا وحبوا يقلدوا الصين مش الاحتفالات، معناها كيفاش يعديوا الحجر الصحي ومقاومتك الحجر الصحي والقلق نتاع الحجر الصحي. دونك تونسي خرج في سيتي فيها عمارات كبيره برشا، خرج باش يغني، حب الناس تخرج من الشباك وتغني معها، ما الحقيقه كانت تجربه فاشله. والكمون منين يا نانا يتعب ادخل ارقد خرج المواطن قالوا ادخل ارقد يزي كاو دونك حبينا نختموها شويه هكا بضحكه باش نحاولوا ان انا شفت فيديو محليه نتاع الشرطه الايطاليه اللي خرجت بالالات الموسيقيه بالجيتار وكل، ومشاو الحومه عملوا معناتها هبطوا من الكراهب. احنا معناتها يخرج نورمالمون باش يقول لك شد دارك ولا باش يردعك وكل، لكن الشرطه الايطاليه خرجت بالجيتار وعزفوا للعباد وخرجوا سكان من الشرفات نتاعهم وغنوا معاهم شويه. والحقيقه النهجه هذيك الكل تقريبا كبار في السن، دونك رفعوا عليهم شويه بال احنا صدقني يقلب عرس في وسط الحومه كان بالحق. ما شاء الله انت تحسدنا ولا احنا تولي عرس في الحومه الناس الكل تهبط، ديجا احنا نشدوا في العباد بالسيف
شد دارك شد دارك ما تهبطش من دارك وقعد في دارك ما تخرجش ونكملوا معناها الشرطة البيئية إذا كان توا تولي دور بالفرق الموسيقية وهي حلوة ما لازمتها زادة وعي درجة وعي معينة ولا. التسعة وبون 58 دقيقة يعطيك صحة لي ميرسي بوكو كانت هذه دورتنا اليوم فيما يفوتك حتى شيء الهدي جفيني سمرة يا سمرة بعد شوية تقعدوا تسمعوا معنا طبيب العائلة على النجمة فهمت بعد وشو